أهلا وسهلا بكم، لنتعرف في هذا الدرس عن الفرق بين متصفح جوجل كروم ومتصفح كروميوم. العديد من الأسئلة تأتي بخصوص هذا الموضوع، ما هو الفرق بين جوجل كروم وكروميوم وما هو الأفضل والأسرع بينهما. من ينتقل إلى لينكس يلاحظ وجود نسختين من متصفح جوجل، هناك جوجل كروم وكروميوم، إذن ما هو الفرق بينهما؟ لدي هنا المتصفحين المثبتين، هذا هو جوجل كروم، له شعار يحمل ألوان جوجل أحمر أصفر أخضر وأزرق، وهذا هو الشعار الخاص بكروميوم، له شعار يحمل اللون الأزرق بدرجات متفاوتة. لو قمت بفتح كروميوم لنلاحظ الواجهة الخاصة به، فهذه واجهة كروميوم، هذا موقع المجمع على كروميوم، واجهة بسيطة فيها بعض الأزرار، وهنا يمكن الدخول للإعدادات الخاصة بالمتصفح. لو انتقلت إلى نفس الصفحة على جوجل كروم فنلاحظ أي فرق بينهما، يعني نفس الواجهة، نفس المكونات، وأيضا نفس الإمكانيات للدخول للإعدادات. والسبب هو أن المتصفحين لهما نفس الأساس، والأساس هو مشروع يسمى مشروع كروميوم، والاختلاف بينهما يكمن في الترخيص، حيث أن هذا المشروع، مشروع كروميوم، هو مشروع مفتوح المصدر مطور من طرف شركة جوجل. وبما أنه مفتوح المصدر، معنى ذلك أنه يمكن لأي شخص، يمكن لأي شركة، يمكن لأي توزيع من توزيعات لينكس أن تأخذ الكود المصدري من هذا المشروع وتقوم ببناء المتصفح مباشرة معه، لأن المشروع يوفر الكود المصدري وليس المتصفح في نسخته النهائية، ليس مبني. إذن يمكن لأي شخص، بما أنه مفتوح المصدر، أن يأخذ الكود المصدري يقوم ببنائه مباشرة، أو يقوم بالتغيير فيه أو إضافة أشياء إليه ومن بعد بناء متصفح منه. وهذا الشيء الذي قامت به شركة جوجل بنفسها، حيث أنها أخذت الكود المصدري من مشروع كروميوم المفتوح المصدر وأضافت إليه ملحقات مغلقة المصدر، لها الحق في تطويرها هي فقط، إما بسبب أنها تمتلك تلك الملحقات أو أنها اشترت التراخيص الخاصة بها، مثلا كملحقات الفيديو، فلاش، PDF، فهذه أشياء كلها أضافتها جوجل لهذا المشروع وقامت بإصدار نسخة منه تسمى جوجل كروم. وبما أنها أضافت هذه الأشياء المغلقة المصدر، فالمتصفح النهائي جوجل كروم أصبح أيضا مغلق المصدر ولا يحق لأي شخص التغيير فيه سوى شركة جوجل. إذن هذا من ناحية، شركة جوجل قامت انطلاقا من مشروع كروميوم ببناء متصفح خاص بها يسمى جوجل كروم، ويحتوي على ملحقات مغلقة المصدر تأتي مثبتة افتراضيا. لكن بما أن المشروع كما قلت مفتوح المصدر، يمكن لأي شخص آخر أن يأخذ الكود المصدري ويقوم ببنائه والتغيير فيه، وهذا الشيء الذي تقوم به توزيعات لينكس، حيث أنه على حسب كل توزيع يمكن أن نجد نسخة مختلفة من كروميوم داخلها. لدي هنا النسخة الخاصة بكروميوم. لو انتقلنا إلى معلومات الإصدار والتي يمكن الدخول لها عن طريق كروم /version، لو لاحظنا الإصدار الذي هو الإصدار 32 وبنية المطور، نجد هنا أوبونتو، أي أن مطوري أوبونتو أخذوا الكود المصدري من مشروع كروميوم، من هذا المشروع، وقاموا بالتطوير فيه على حسب ما يتلائم مع توزيعات أوبونتو، ومن بعد قاموا ببناء المتصفح النهائي وجعلوه متوفر في مخازن أوبونتو. نفس الشيء تقوم به توزيعات أخرى كفيدورا وأوبن سوزا. إذن هذا الفرق الأساسي بين جوجل كروم وكروميوم. إذن الفرق الأساسي هو في الترخيص، كروميوم مفتوح المصدر ويبقى مفتوح المصدر على توزيعات لينكس، لأن توزيعات لينكس عموما تهتم بالبرمجيات الحرة، في حين أن جوجل كروم مغلق المصدر، بما أن جوجل أضافت له أشياء مغلقة المصدر وجعلت لنفسها فقط الحق في تطويره. وهذا نلاحظه أيضا في الإصدار الخاص بكروم، لو دخلنا إليه من نفس الرابط كروم /version، فسنجد أنه الإصدار 32 لكن إصدار رسمي فقط. على أي نظام، على أي توزيع لو ثبت جوجل كروم ستجد نفس الإصدار، ليس هناك اختلاف بينها، لأن الشركة التي تطورها هي جوجل وتطور نسخة واحدة منها فقط. ومن هذا الاختلاف الموجود في الترخيص نجد اختلافات أخرى أو تتفرع منه اختلافات أخرى، من بينها كما قلت هو أنه في جوجل كروم تأتي ملحقات مغلقة المصدر مثبتة افتراضيا، يعني كملحق فلاش هنا الإصدار 12، لأن الشركة لها الحق في إدراج هذا الملحق ضمن الإصدار الخاص بها، شركة جوجل لها الحق في ذلك، ملحقات الصوت والفيديو، في حين أن الإصدار الخاص بالتوزيعات الإصدار كروميوم فلا يأتي بالملحقات المغلقة المصدر مثبتة افتراضيا، بل المستخدم يقوم بتثبيت تلك الملحقات عن طريق مركز البرمجيات الخاص بتوزيعته، والمتصفح يقوم بقراءتها
بعد تثبيتها من مركز البرمجيات. مثلا كما هو الحال بالنسبة لفلاش 11.2، فهو الإصدار المتوفر في مخازن توزيعات أوبونتو. إذن هذا اختلاف مهم أيضا يجب الانتباه له، أنه على جوجل كروم تأتي الملحقات مثبتة افتراضيا، في حين أنه على كروميوم يتم تثبيت الملحقات من التوزيع، وعلى حسب توزيعها هل توفر الملحقات كاملة أم لا يمكن أن يختلف الأمر. وهذه الاختلافات هي التي يمكن أن تجعلنا نجيب عن السؤال الأخير، ما هو الأفضل بين هذين المتصفحين؟ ما هو الأفضل وما هو الأسرع؟ هل جوجل كروم أفضل من كروميوم أم كروميوم أفضل من جوجل كروم؟ لأنه لو أخذنا معطى أن كروم أو جوجل كروم يأتي بنسخة واحدة رسمية من جوجل وبه الملحقات المغلقة المصدر مثبتة افتراضيا وبأحدث نسخها، فسنقول أن جوجل كروم من هذه الناحية أفضل لأنه يحتوي على أحدث الإصدارات من الملحقات وتأتي مثبتة افتراضيا. لكن لو قلنا أن كروميوم يتم تطويره والتغيير فيها على حسب ما يلائم كل توزيع، فمعنى ذلك أنه لو كنت تستخدم أوبونتو فالإصدار الذي تستخدم من كروميوم هو أنسب لتوزيعاتك من كروم، لأن مطورون قاموا بالتغيير فيه ليتناسب مع أوبونتو. لكن يبقى المشكل هو أن الإصدارات الخاصة بالملحقات إصدارات قديمة وليس موفرة جميعها في مركز البرمجيات. إذن هذه النقطتين يجب الانتباه لهما أيضا، جوجل كروم يأتي بالملحقات مثبتة جميعها افتراضيا، وكروميوم الملحقات على حسب التوزيع لكن يكون مطور ومغير فيها على حسب كل توزيع. ما لاحظت أنا على حسب السرعة ليس هناك فرق كبير جدا، لكني أفضل استخدام كروميوم لأنه مفتوح المصدر ويتماشى مع سياسة البرمجيات الحرة التي محاول تشجيعها في توزيعات لينكس، لذلك أفضل استخدام كروميوم. من يفضل استخدام كروم يمكنه ذلك أيضا متوفر، وطريقة التثبيت سنتعرف عليها في درس مقبل إن شاء الله، لأن هناك بعض التفاصيل يمكن أن تحتاج لشرح وهو ما سأقوم فيه في درس مقبل إن شاء الله. إذا نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله، إلى اللقاء.